دلوقتي تعالوا مع بعض نستعرض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، وكالعادة طبعا بنبدأ مع حضراتكم من محافظة القاهرة. هنروح لشارع صلاح سالم اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات متقطعة على امتداد الطريق لحد ما نوصل لتقاطع كوبري أكتوبر. هناك هنلاقي كثافات مرورية. بعد تقاطع الكوبري هنلاقي الكثافات بدأت تقل بشكل تدريجي، ولكنها ما خفتش، لسه مكملين لحد مستشفى العباسية، وتبدأ الكثافات تختفي عند محطة مترو الاستاد. هنروح شارع الموسكي، في سيولة مرورية في الوقت الحالي، ولكن من المتوقع أنه يشهد كثافات مرورية كبيرة خلال الساعات القادمة. شارع رمسيس في اتجاه العباسية، الشارع في الوقت الحالي بيشهد كثافات مرورية متقطعة على فترات. الكثافات بتبدأ بداية من رمسيس وصولا للعباسية لحد شارع الخليفة المأمون في مصر الجديدة. ومن القاهرة تعالوا نروح محافظة الجيزة، شارع الهرم من بداية المستشفى في كثافات مرورية متقطعة مكملة لحد الجيزة. لو طلعنا كوبري الروضة هنلاقي هناك كثافات مرورية عالية ومكملة لحد نفق الملك الصالح. على الشارع الموازي للهرم تعالوا نشوف شارع فيصل اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات نسبية، بتبدأ من آخر شارع فيصل ووصل لحد الطوابق. عند الطوابق هنلاقي كثافات مرورية كبيرة بس بتبدأ تقل عند محطة التعاون، لكن بداية شارع فيصل بيشهد بعض الكثافات. في الإسماعيلية هنلاقي أن طريق رقم 6 اللي بيوصلنا لطريق أحمد أبو زيد بيشهد كثافات مرورية نسبية في الوقت الحالي. هنفضل مكملين وندخل شارع طيار إسلام عبد اللطيف، هنلاقي برضو فيه كثافات نسبية غير مؤثرة على حركة السيارات. ولو كملنا لشارع الجامعة هنلاقي أن برضو فيه سيولة مرورية كبيرة جدا واصلة ومكملة لحد طريق الإسماعيلية. في محافظة سوهاج اللي هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج اللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية، نمشي كمان شوية هنلاقي طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية في سيولة مرورية. في بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل، وكمان الطريق المؤدي للجامعة أيضا في كثافات نسبية، وكمان في كثافات مرورية بسيطة بتزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. ودلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، في شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 30، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 36، وأقل درجة حرارة هتكون في كاترين 22 درجة. طبعا هنتابع مع حضراتكم الطقس وبالتفصيل بس بعد شوية.